والعرب تقول في أخبارها في أمثالها إن عقل الرجل يعرف من ثلاثة: يعرف من هديته، ويعرف من رسالته، هذه الثانية، يعرف من رسالته ويعرف من رسوله. فكتابك الذي تكتبه يدل على عقلك، وهديتك التي تهديها تدل على عقلك، والشخص الرسول الذي تبعثه لأمر يدل على عقلك. وقد كان، وهذا استطراد، كان هناك رجل فيه شجاعة وقوة، ثم إن أباه طلق أمه، ثم تزوج أبوه امرأة جميلة، فكانت تكره هذا الابن من الأولى، واسمه عرار. فكان والده يقول لها: أقبل كل شيء منك إلا أن تهيني ابني عرارا. أرادت عرارا بالأذى، ومن يريد عرارا بالأذى فقد ظلم، أبيات شهيرة. المقصود منها أن عرارا هذا عاش في زمن أدرك الحجاج بن يوسف، فحصلت واقعة، فأراد الحجاج أن يخبر عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في دمشق بخبر الواقعة، فكتب كتابا إلى عبد الملك بما وقع، فحمل عرار الكتاب إلى أمير المؤمنين. وعبد الملك كان حافظا لأيام العرب وأشعارهم حتى في أهل زمانه، فلما قرأ الكتاب، الكتاب لم يتبين فيه عبد الملك التفاصيل كلها، لأن الكتاب مهما بلغ يبقى كتابا، فأخذ يسأل عرارا وهو لا يعرفه، إنما يعرف أنه هذا رسول من الحجاج، فكلما سأله فصل له في الجواب ببلاغة وبيان، فتعجب عبد الملك، فتذكر البيت وقال: أرادت عرارا بالأذى، يعني أول ما دخلت عليه استصغرتك. فلما قال البيت تبسم عرار، فتعجب عبد الملك لهيبته، كيف يتبسم رسول من عند أحد أجناء قادته بين يديه؟ قال: ما يضحكك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتدري من عرار؟ قال: لا. قال: أنا عرار يا أمير المؤمنين. فأصبح الأب، الوالد، الأب آنذاك كان موفقا في مدح، في مدح ابنه. فنبي الله سليمان بعث الهدهد بهذا الكتاب، ولهذا قالت بلقيس لأهلها: ألقي إلي كتاب كريم. هذه مسألة كريم توقعك أحيانا في حرج، في اللغة، في أسلوب القرآن، كلمة كريم تطلق على النفيس من كل شيء. الله نعت كتابه قال: وإنه لقرآن كريم. قال هنا عن كتاب سليمان: ألقي إلي كتاب كريم. قال عن النبت في الأرض: من كل زوج كريم، يعني من كل نبات كريم. أحيانا أنت تأتي تمدح رجلا تقول: فلان كريم، تقصد علو كعبه، هو قد يفهم أنك تطلب منه مالا، إذا ما قلت له أن فلانا كريم يقصد، ربما فقه أنك كأنك تستجديه تطلب منه مالا، وأنت لأن لغتك قرآنية فتعودت على نوع معين من البلاغة، تظن أن الناس كلهم يعلمون ما تعلم، وهذا لا بد منه، لا بد من إدراكه في حياة الناس.